مشرحة تجد مدحوين كحجين حزب معارض كيوداني أمبسطور محمد علي أو هيلين يو حجيا ورفافين ده حزب معارض كاسي البروفيسور عبد الرشيد حسن متان ومدة ضباط ياها ولش قدر كدي بدي سوق مغنا أيام ما أنت سوق عري أما قال هذا هرجيسة يقول أنك سوق دقي مدارك حجال إنترناشنال يا ريبودو أنت عزيز كديب أيام وفدي واحد وسوق عري متك مدة هو تلا ده مقال هذا هرجيسة يقول ورفدين هذا كلها الله هالكاسي كان وربحيي أو وفدي كان يي ولي من السعودية كل شقة يقول مغنا يندل كدي بدي سا إلهي وما هلا نبقى نوسع لي دلك يجي هو يو سفر شقاء أو صدح يج يدرى ذا أنا قوم غنين دلك دبدي سا أنا سمر هاي وتم يوروبا يإمارات كا أنا كل كل مني بشدي حس بقى يبهوين تي تاجر سنيد وأنا تلو ذاك نقول تجيني جواب نقول تجيني يو هالك حالات كتير مريان بركا حسوقه سفر هاي ساكا وان صار نبض غني إلهي بمهلة بعد صدق حوي قاتي وان ذلك دي بدي سوقه بحني أنا يحويها ورفع فينتا يحس بيك وطني كازو جديد وهايت إن أنا هولها حس بيك تدرجلين تيسا وبحني أن جديد سنا هايت إن أنا وقعنا هولها حس بيك سيو سحدان ودنا لأن تقني ما ملك حس بيك iyo taageerayaasha xisbiga waan la kulanay waan iswarsanay si fiican way noogu dhamaatay waxa kale intii aanu markaanu baxnay dalka aad uga jiray abaaraha shaanisna waan u helay bulshada Soomaaliland talalka aanu marnay inaanu ka wacyi gelino oo aanu ku boorino inayna abaar fudud ahayn oo ay guntiga u xidhaan oo ay wixii Ilaahay gelin gacantooda soo geliyay inay u huraan dadkooga wadadka walaalahooda Soomaaliland abaaruhu ku dhaceen inay waxba ka hagranin iyagoo awalba u heelana caawinta dadkooga aadna waan ugu boorinay dhanka kale waftiga ayaa cambaareeyay xariga loo geystay sargaal ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani waa Munir Axmed Ciqaale iyagoona ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliland inaan isifa sharciye u soo marin aduga xunnahay falkii shalay dhacay xariga lagu la kacay sargaalka xisbiga Munir hadii sharcigu qofka aduu wax kale waa la xiri karaa لكن حقوق بهدنا لا يها قفكو، وهذه لحيلة وشيء الكشرة، تولوتي كرا ولا سوسيارن كرا، إن مشرح حمد حمينا حسب وطني، إحنا قدوميها حسب وطني، إحنا قدوميها قلها وكيلها، يسراكيش الله سعوتي، وها حقيا جود، هي حقيا ورفع فينتا، إن حقيا عدالة ده، إن لو دي ده إن يبغى أركان، وحويان وأرين دولة نماذا؟ waxdaa oo asa Soomaaliland adduunku way neegayaa dawladdu way neeyadu dhowrtaa nidaamka waxa dawladnimo lagu yahayna waa nidaamka oo la wada dhowro oo qof inta nidaamka dawladdiisana dawladda hadayna dhowrinayna iyadu ilaalin dadka kalna difaray ka baxayna walba dhinacii soo la arari waxaan ka xunahay runtii xariga lagu kacay xubin muhiim ah oo golaha dhexe ka tirsan oo xisbiga wadaniga waa Munir أولا يهداني عدين وحلو هايستو عن كاهين ينو عارضي حكومة دا وحن لانا هاي سدو ودق صبدا الله هر كانو محكمة دا دي دنبي الله هايو هدان دنبي الله هاي نالو سودا يحرية ديسا يحيى شيخ اسماعيل تلفيشي كالسن مقالة دهر جيسا